92 تقارير مندوبية السامي للتخطيط تتحدث عن ارتفاع نسبة البطالة بنقطة واحدة خلال سنة من تدبير حكومة بن كيران للشأن العام، كما أن الحكومة ترفض تشغيل المعطلين أصحاب الشواهد العليا بدون مبارك. أين الحلول التي فعلتها الحكومة خلال عملها لمواجهة البطالة وتفعيل منظومة التشغيل وما هي الحصيلة؟ أعتقد الأسئلة التي طرحت جد مهمة، وخاصة سواء الأسئلة السياسية أو الأسئلة المتعلقة بالمجال الاجتماعي. وأنا أقول أن أحد العناصر التي يعني تجعلني شخصيا أدافع عن الحصيلة هو ما تحقق على المستوى الاجتماعي. كنا نتحدث عن المستوى الطلابي، القرار المرتبط بالمنحة، هذا إجراء واضح، زيادة 40,000 منوح في السنة الأولى، ثم 100,000 منوح في السنة الثانية. جوج، زيادة في الميزانية ديال الممنوحين من 700 مليون درهم إلى 1,200,000,000 درهم، زادت ب 500. ثم زيادة في الميزانية ديال التغذية والإطعام من 200 مليون درهم تقريبا إلى 400 مليون درهم. صندوق التكافل العائلي، هذا صندوق مطروح منذ 2004. من بعد تصرح في إطار مدونة، كان مطرح في إطار مدونة الأسرة. الحكومة السابقة بلورات الإطار ديالو كحساب خصوصي في 2010-2011، ولكن التنزيل ديالو كان إحدى الأولويات، بحيث في شهر فبراير 2012 وقعت العملية ديال التنزيل. كم تم التعبئة؟ 160 مليون درهم من أجل تغطية الغلاف. التصور ديالنا هو نغطيو حوالي 40,000 امرأة مطلقة. في السنة الأولى وصلنا أزيد من تقريبا 2000 ملف اللي تقدمت. مثلا الإجراء المرتبط، وهذا واحد من الإجراءات الكبرى ديال زيادة في الحد الأدنى للتقاعد المتقاعدين ديال الصندوق المغربي، الصندوق الجماعي لمنح رواتب التقاعد. هذا كإجراء ما كانش في الحوار الاجتماعي ديال 26 أبريل أصلا، ما كانش حتى في البرنامج الحكومي ديالنا، كما الإجراء ديال الزيادة في المنح ديال الطلبة، ما كانش في البرنامج الحكومي، ماشي حتى التزام. ولكن فجينا لقينا هذا الوضع، درسنا الموضوع، تم صياغة الإطار القانوني، من بعد صدق عليه البرلمان، من بعد صدق المرسوم، مؤخرا راه بدا التنزيل. شحال عدد المستفيدين؟ أزيد من 10,000 و500 شخص، 35 مليون ديال الدرهم. هذا إجراء عنده وقع، هذا إجراء ثالث. إلى غاية شهر غشت تقريبا وصلنا ما بين 2012 و2013 ل 37,000 منصب شغل اللي تم اجراء مباريات حول الزياد من، وكانت مفاجاه ان القطاع العام، ان المؤسسات العموميه ماشي فقط الاداره العموميه حتى هي جاءت للمباريات. وانا تلاحظوني في هذا اللقاء راه كنتحدث على الحصيله ديال كل وزاره بما فيها الوزراء اللي قدموا الثقات، لان بالنسبه لي انا كنتحدث على حصيله بلد اللي جعلت المغرب نموذج متميز في المنطقه، هو اللي كيهمني.